جايز، اول مره تشوفوني مرحبا، انا اسمي سيرين. ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا نبلش الفيديو. بفيديو اليوم راح اخذكم معي بجوله بمدينه اسمها بيختلف بكل لغه، كلهم بالالماني، كلهم بالانجلش، وكولونيا بالعربي، بدي شو ما بدكم تسموها. المهم فيديو اليوم راح اخذكم معي بجوله بهاي المدينه، فخلينا نبلش الفيديو. حرفيا القطات بعدين له نص ساعه وانا بدي نص ساعه لاوصل لمحطه الترين. اركض اركض، قعدت اركض لحتى لحقته للترام. nach Köln Süden und an den Bahnhöfen. Bitte denken Sie daher an das Tragen einer medizinischen oder FFP2 Maske im Zug, je nach gesetzlicher Regelung der Bundesländer. Vielen Dank. واخيرا بعد 4 ساعات ونص بالقطار، واخيرا وصلت على كولن بالالماني، كولون بالانجليش، وكولونيا بالعربي. اول ما تطلعوا من محطة القطار دغري بتلاقوها للكاتدرائية. حرفيا كتير عالية، وهي بتعتبر ثالث اعلى كاتدرائية بالعالم كلياتها، وعن جد عالية. في عليها تماثيل بخوفوا. هيكوا بالحرب العالمية الثانية تدمر كل اشي، وتدمر منها للكاتدرائية، بس رجعوا عمروها. هيكوا بس الصف الطابور اللي بخوف. المشكلة انه لو فوت عليها في طابور كتير طويل، كتير طويل وبخوف، فمش مستحيل الحق اليوم حتى افوت عليها. ف رح اخذ كم صورة من برا حلوين للذكرى، وبلكي المرة الجاي. هاي اشهر ماركت كولونيا بالمانيا، كتير مشهورة هاي ماركت الكولونيا، وبعدين يمكن مشان هيك سموها كولونيا، ما بعرف يعني صراحة، بديش افتي من عندي، بس بالعربي سموها كولونيا. هذا الشارع فيه كل المحلات اللي ممكن تخطر على بالكم، بس المشكلة انه اذا بدكم تفوتوا على المحل بدكم توقفوا بطابور بخوف لحتى يجي ياخذ دور. حتى هاي شركة التليفونات شاومي موجودة كمان بهذا الشارع. أول مرة بشوف الميديا ماركت عاملين هيك أكياس وحاطين بقلبها أشياء، وأنتو حظك يعني زي المستري بوكس. هاد احلى مول بشوفه بحياتي، كتير حلو شكله. هاد حرفيا اول ابل ستور بشوفه بالمانيا كلياتها. هون ملعبي، هون نقطة ضعفي. حتى عندنا تشيتوز، تخيلوا تشيتوز. ليكو فيك ما كان دي تشيز تشيتل. هذا اغرب اشي بشوفه بحياتي، بيكلز مخللات حرة. هاي اسمها هوت ماما. هذا المحل 10 على 10، عن جد من الفرحة ما بدي اطلع من هون. رائع المحل، فيه كل اشي. لقيت محل تاني ببيع كمان نفس الاشياء، وببيع تشيتوز. برينجلز هوت دوغ. لقيت كيسكيت ابيض، بس هذا المحل ارخص بكتير من هذاك بكتير. اوكي مبدئيا هذا السوق مش قابل يخلص، وانا بلشت اجوع، فلقيت باك فير، فخلينا نروح نفطر وبعدين نكفي. هذا المبنى ما احلاه، في قرن بوزة موجود فوق. يعني هون اي محل بدكم تفوتوا عليه رح يكون في طابور بخوف مثل هذا. ما بعرف ليه العالم كلها قاعده بتطلع عليها، قد انا شكلي غريب ما بعرف ليش، صرت اشك بحالي. هذا المحل فيه ببيع ازياء غريبه وهي الاشياء تبعون الهالوين، فهمت كل شيء الا هذا. ليش ملبسينه هيك؟ كل شي في محلات غريبة مستحيل تخطر عبالكم موجودة هون.
وين ما تمشوا وين ما تروحوا بهاي المدينة رح تشوفوا جزء من الكاتدرائية قد ما هي عالية. ليكوا إشارة السير قد ايه غريبة، حاطين زلمين والاثنين احمر. جيت عشان اجرب هاي ناني تشيز كيك، هيك ما احلى شكل للتشيز كيك، بتتاكل هيك زي عصاية البوظة، كثير حلو شكلها، رائعة 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 جدا جدا جدا. حباب. هاي بيحكوا لها بوابة كولون وشكلها كثير كبير على الحقيقة. حرفيا ما بعرف ليه موجودة وما بعرف شو الوظيفة الرئيسية منها، بس انه موجودة بنص المدينة وبنص الساحة. في متحف هون ما بعرف ليه وجهه وجه غريب علي، وجهه مألوف بس ما بعرف وين شايفينه. والله شايفيته بمطرح بس ما بعرف وين. هلأ رايحة على السوق القديمة اللي موجودة هون بكولون. بسموه جسر العشاء لانه العشاء بيجي بحط قفولي هون وبكبوا المفتاح بالنهر. طبعا هاي الاشياء احنا ما لنا خصه فيها. مناش دوا هذا الجسر للقطارات، فكانوا عم بيحتجوا انه القفولي صار لهم وزن وكانوا بدهم يقيموهن، بس العشاء اعترضوا قالوا انه هذا عشان يخلدوا الحبن وما بعرف شو فخلوهن. بس هو الجسر صار كتير تقيل من وراء القفولة اللي موجودة هون. أوه ليكو هذا من 2000 لل 2011 فعليا هاي أكتر قصة حب دامة شفتها بحياتي. ليكو هذا من 2007، هذا من 2001. في قفولة كتير قديمة كتير 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 قديمة 2001 2000. ليكو هذا والله تعبانين على القفل من هاي الجهة ومن الجهة الثانية، كل الجهتين مليانين قفول. اعتقد انه هذا ويليام الثاني اللي هزم نابليون ونقل براندنبرغ على برلين، ما بعرف مش متأكدة بس يمكن هو لانه موجود بكل مطرح، كل مطرح بهاي المدينه موجود هو، فبعتقد هو. من هون بيطلعوا رحلات بالقارب على هذا النهر، بس القارب هذا او ما بعرف هذا قارب صح؟ او السفينه شكلها كثير فخم من جوا. ليكو بس قديش شكلها فخم من جوا. احلى البوابه اللي عاملينها عشان الكريسماس ماركت. احلى ساحه تزلج بكريسماس ماركت شفتها بحياتي، كتير حلوه. هاي الكريسماس ماركت بتحط دورتموند جبتها الصغيرة، أروع كريسمس ماركت شفتها لهلا. ليكم أحلى المنيو. تخيلوا فيه عاملين صوص ليمون وخردل. وصل الأكل. ليكم أحلاها. رائعة جدا 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 جدا. قالوا انه بنجيب تذكرة من المدينة وهاي من كولونيا. مبدئيا انا هلا بطلت حاسة بإجراي، فاجيت على هدول الدراج عشان اقعد وراي الكاتدرائية وهيك الهوايات والنسمات العليلة قاعدة بتخبط وبتفوت بالعظام لأنه كتير برد، بس الجو كتير حلو.
وهيك بتكون خلصت رحلتنا اليوم وبشوفكم بالبيت. وهذا كان فيديو اليوم، اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وراح يطلع صورتي هون، اكبسوا علي اعملوا سبسكرايب، رح يطلع فيديو وفوتوا احضروا اذا مش حاضرين، وبشوفكم الفيديو الجاي، باي.